الطيران المروحي يحلق في أجواء مدينة اللطام لبريف حماة الشمالي 28/4/2017. المروحي يبدو أنه بحالة تنفيذ، يبدو أن المروحي بحالة تنفيذ بحسب المراصد. المروحي بحالة تنفيذ، المروحي يبدو أنه بحالة تنفيذ والله أعلم. نفذ المروحي، نفذ. أنا حابب أصبح في البرميل. الله أكبر. الطيران المروحي يقصف بالبراميل المتفجرة الأراضي الزراعية لمدينة اللطانة بريف حماة الشمالي. والدخان يتصاعد. 28/4/2017 ولا يزال الطيران المروحي في الأجواء.